بالنسبة لي عشت ويا طليقي ما بين تقريبا 9 سنوات ونص، وهو حاليا يمكن احتمال راح يسمعني شيء اكيد واكثر من هاي. انا ولا مره زعلانه راح البيت اهلي، هاي اول مره، وهي كانت زعله وهي كانت طلاق وهي كان اصلا روحه بلا رجعه. يعني وصلت لقرار نهائي انه انا لازم انفصل وتقبل الموضوع؟ تقبل الموضوع، لان قلت لك من انسان اليوم عدم تفاهم، انت ما تقدرين تعيشين وياه. انت اليوم من عندك اطفال لازم يكون سبب رئيسي التفاهم بحياتكم، من السبب الاول يكون تفاهم بحياتكم حتى تقدرين تاخذين وتطين بالحياه. اذا ينعدم التفاهم، انعدمت معاها الثقه، انعدمت معاها المحبه، انعدمت معاها الامان اللي تحسين بيه داخل البيت. مهاني على اي شيء قمت ما اتفاهم، هو نفس الحاله، قام على اي شيء ما نتفاهم.